وفي القدس المحتلة أصيب أكثر من 50 فلسطينيا بحالات الاختناق والرضوض مساء يوم أمس عند منطقة باب الأصباط في البلدة القديمة، بعد أن قمع جنود الاحتلال المصلين عند أقرب نقطة من المسجد الأقصى، وذلك رفضا لقرار الاحتلال نصب بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك. مناشدات المقدسيين ودعواتهم لشد الرحال للأقصى في التقرير التالي. حتى يعود للأقصى عزه فلترق منا الدماء، هتفوا، تنقلوا من بوابة إلى أخرى ولم يتركوه وحيدا، التفوا عند أسواره واستووا للصلاة عند بواباته. أعداد كبيرة من القوات الخاصة ومن مخابرات الاحتلال تمترست عند باب الأصباط، وما إن حيوا على الصلاة هاجمتهم بشكل وحشي، قمعتهم بالضرب وقنابل الصوت وفرقتهم. كر وفر انتهى بإقامة صلاة المغرب في الشارع. وهم بدأوكم. نحن هنا لأنه لا يمكن أن نترك القدس والأقصى وأهل القدس وحدهم، يجب أن نكون جميعا هنا مهما كانت الظروف والصعوبات. في تقصير حتى الآن وردود الفعل أقل مما يجب، وأنا متأكد نتنياهو يقوم باختبارات يختبر ما هي ردود الفعل على منع الصلاة لأول مرة منذ عام 69، يختبر ما هي ردود الأفعال على فرض هذه البوابات الإلكترونية، يختبر ما هي ردود الأفعال على القمع. الآن قمعونا. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نبقى هنا، نادوا وبقوا لأداء صلاة العشاء أيضا، هي ردة فعل المقدسيين على عملية جس النبض والاختبار الاحتلالي بمحاولة المساس بالأقصى. وهنا وقبل أن يكون شد الرحال للأقصى عبادة وأمانة دعا إليها رسول الله، فهو في هذه الأيام التي وجد فيها الاحتلال فرصته لفرض سياسته الجديدة بات شد الرحال للأقصى واجبا وطنيا لإفشال المخطط. اللهم انقذ المسجد الأقصى من كيد الظالمين. قبل ما أناشد الأمة العربية والإسلامية، أنا أناشد شعبي، أناشد مدينة القدس، أناشد مدينة الخليل، أناشد مدينة نابلس، أناشد مدينة رام الله. القدس تناديهم، القدس بخطر، الكل يتفرج على أهل القدس وهم قاعدين بيعانوا في المعركة. القدس وأهل القدس ما في أحد غير معاهم. الأقصى ليس يبكي العين، يبكي القلب قبل العينين، يبكي القلب ويدمي القلب. عندما سمعنا في الأيام الماضية الأذان من كل المساجد إلى المسجد الأقصى، بيتي قريب من المسجد الأقصى، أنظر إلى المسجد الأقصى لا أرى فيه إلا المستوطنين، لا أرى فيه إلا المخابرات الاحتلال الصهيوني، لا أرى فيه إلا سيارات السفانة التي كانت تبحث وتخطط وتسرق من تاريخ المسجد الأقصى المبارك. يجب على المسلمين أن يهبوا في كل العالم، أن يكون هنالك صرخات، أن يكون هنالك مظاهرات، اعتصامات على مستوى أيضا المقدسيين بشكل أكبر، أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى، أن يجعل المسجد الأقصى أولى أولوياتهم، أن يترك عمله اليوم يذهب إلى المسجد الأقصى ليروابط على الأبواب، ليرفض قرار سلطات الاحتلال بوضع البوابات الإلكترونية. اللهم فك أسره قريبا. لليوم الأقصى يحترق منذ عام 69، ولليوم لم تخمد نار الأقصى وما من مجيب. صحيح أن للأقصى رجال القدس مرابطون، لكنهم أيتام من شد رحال وزحف ومساندة لأقصى أنتم يا أمة المليار عنه ستحاسبون. من منطقة باب الأصباط بالقدس المحتلة، زينة صندوقة، رؤيا.